عشان أسبوع الكتاب المقدس عن تسبحة السيدة العذراء، مبتدئا بلقاء العذراء القديسة لأليصابات القديسة. في الحقيقة هذا اللقاء كان لقاء عجيبا ومميزا بين إنسانة عجوز كبيرة في السن وإنسانة أخرى شابة يدوبك في مقتبل العمر، لقاء بين إنسانة عاقر وبين إنسانة بتول، بين زوج عاقر وبين إنسانة بتول، بين عاقر تشتهي أن يكون لها ولد وبعد سن اليأس بعشرات السنوات أخذت وعد، وبين إنسانة أخرى لم تفكر إطلاقا أن يكون لها ولد وربنا اختارها لتلد أعظم ابن في الوجود هو ابن الله. لقاء بين واحدة من سبط الكهنوت هي أليصابات، وواحدة من سبط الملك من سبط يهوذا هي مريم العذراء. لقاء بين قديسة تمنح الروح القدس وبين قديسة تتقبل منها الروح القدس. وعلى الرغم من هذا كانت هاتان الاثنتان تتفقان في أمور عديدة، كل منهما كانت قديسة وكل منهما كانت نبية وشاعرة. هتفهموا الحاجات بعدين. كل منهما أيضا كانت متضعة وكل منهما كان الروح القدس عليه. واحدة منهما كانت تمدح الأخرى والأخرى كانت تحول المديح إلى الله. أليصابات كانت تمدح العذراء والعذراء تحول المديح إلى الله. كل منهما كانت مملوءة بالإيمان. نشوف هذا اللقاء اللي بينها. هذا اللقاء كان لقاء عجيبا جدا، يعني نقرا شوية الآيات ونشوف ماشية ازاي. بيقول فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلمت على أليصابات. فلما سمعت أليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت أليصابات من الروح القدس. وهنا العجب العجاب الذي يظهر قيمة العذراء مريم وعظمة العذراء مريم، إن مجرد تلقي السلام إلى أليصابات حينما يصل السلام إلى أذنيها تمتلئ أليصابات من الروح القدس. يعني مجرد وصول صوتها إلى أذنيها يملأها من الروح القدس. طبعا العذراء كان حل عليها الروح القدس من قبل حينما قال لها الملاك إن الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله.
بيقول فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت إليصابات من الروح القدس. ارتقد الجنين اللي هو يوحنا المعمدان قبل أن يولد، ارتقد بيجري عايز يشوف الجنين اللي موجود في بطن العذراء. وفي هذه اللحظة بالذات امتلأ يوحنا من الروح القدس. ولذلك نجد في لوقا 1:15 في البشارة بيوحنا ان قيل قال الملاك لزكريا عن ميلاد يوحنا ان من بطن امه يمتلئ من الروح القدس. امتى في بطن امه امتلئ من الروح القدس؟ في هذه اللحظة حينما دخلت مريم وألقت السلام إلى إليصابات أمه، امتلأت إليصابات من الروح القدس وامتلأ يوحنا الجنين من الروح القدس وارتقد في بطنها بعد أن امتلأ من الروح القدس. حاجة عجب في عجب. وصرخت إليصابات بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ هنا بقى لما إليصابات امتلأت من الروح القدس عرفت بروح النبوة أن هذه العذراء هي أم الرب. عرفت باللي حصل للعذراء وعرفت بكلام الملاك ليه وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم رب إليك؟ وهنا نجد تواضع إليصابات في إنها تقول من أين لي هذا، وهي المرأة العجوز التي تعتبر بالنسبة للعذراء في سن أمها، تقول لها من أين لي هذا. وهنا تقابل تواضع إليصابات مع تواضع السيدة العذراء. العذراء اللي كانت بتقول إنها أمة الرب وإن الله نظر إلى تواضع أمته. هذا اللقاء العجيب، لقاء التواضع بين إليصابات والعذراء، يذكرنا أيضا بلقاء تواضع بين ابنيهما، بين المسيح وبين يوحنا المعمدان. المسيح بكل تواضع يذهب ليعتمد بن يوحنا ويقول له اسمح الآن، ويوحنا أيضا بالتواضع يقول له أنا مستحق، أنا المحتاج إني أعتمد منك. ويقول عن المسيح لست مستحقا أن أحل سيور حذائي. لكن هنا فارق بين تواضع كليهما، يعني التواضع يعني الكبير بياخد موقف أصغر، يبقى ده تواضع، ده اللي عمله المسيح وهو الكبير أخذ موقف أصغر. أما تواضع البشر فليس إن الواحد يشعر إنه كبير وياخد موقف صغير، لا، شعوره إنه كبير دي كبرياء، وشعوره إنه بيتنازل برضه دي كبرياء. ولكن قال القديسون إن تواضع الإنسان هو إن الإنسان يعرف نفسه، يعرف نفسه، يعرف نفسه ولا يجعل نفسه فوق ما تستحق. فيوحنا المعمدان كان عارف نفسه،
أنا المحتاج إن أعتمد منك فعلا. ده صح كلام إنسان عارف نفسه، ولست مستحقا أن أحل سيورك حذاءه، كلام مظبوط عارف نفسه. لكن المسيح في تواضعه أخلى ذاته وأخى الشكل العقل. يبقى إليصابات المتواضعة تقابلت مع العذراء المتواضعة، وكل منهما عنده إيمان، والتقى معهما وهو جنين في بطن أمه يوحنا المعمدان. قالت لها: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتكض الجنين بابتهاج في بطن. أفتكر ربما أكون قلت لكم كلمة زي دي، مش فاكر ولا لا، لكن ربما أكون قلت لكم كون إنها تشعر إن جنين ارتكض في بطنها ده شيء طبيعي، واحدة حاسة باللي بيحصل في بطنها. لكن تقول ارتكض بابتهاج في بطني، دي اللي بقى الواحد ما يفهمهاش إلا بالتأمل كده. منين عرفت إن الجنين بيرتكض بابتهاج؟ منين عرفت إن الجنين بيرتكض بابتهاج؟ كلمة بابتهاج دي كمان ممكن الجنين يبتهج؟ طبعا ما دام بيقدر يرتكض يبقى يقدر يبتهج. ما هو بقى يقول لك الديك الفصيح من البيضة يصيح. يعني يوحنا المعمدان ده وهو لسه جنين بيقدر يحس ان دي ام المسيا المنتظر، ام الرب، ويقدر يفرح ويقدر يرتكض ويبتهج. عشان كده السيد المسيح بيقول لم تلد النساء من هو اعظم من يوحنا المعمدان. الوحيد اللي امتلأ من الروح القدس وهو في بطن امه، والوحيد الذي ارتكض بابتهاج وهو في بطن امه، والوحيد الذي عمد المسيح لما بدأ رسالته. أنا في الحقيقة طب لسه قبل ما أقول، بعدين إليصابات قالت لها: طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. دول لسه ما اتكلموش، والعذراء ما حكتش ايه اللي قيل لها من قبل الرب، ولا قالت لها قبلت ولا ما قبلتش. لكن ايضا بروح النبوة إليصابات عرفت ما قيل لها، ما قيل للعذراء من قبل الرب، وعرفت ان العذراء آمنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. هما الاثنين بتوع ايمان، يعني إصحاح 11 من الرسالة إلى العبرانيين اتكلم عن رجال الإيمان، لكن يعني بولس ما اتكلمش عن إيمان النساء. أهو كويس واحد من تلاميذ بولس الرسول اللي هو لوقا اتكلم عن هذا الإيمان. العصر بقى اللي عاشت فيه إليصابات والعذراء بدأنا نرى فيه تباشير الميلاد الخاص بالخلاص. أول تباشير هذا الميلاد العجيب، البشرى بالميلاد، ما حدث في ذلك الزمان. إزاي نسمي هذه الفترة بداية المصالحة بين الله والناس؟ وفي بداية المصالحة بدأ الروح القدس
يعمل وتظهر أعماله في الناس. كلمة الامتلاء، الامتلاء من الروح القدس زي ما العذراء حل الروح القدس عليها، بس حل عليها أقنوميا، دي درجة أعلى من كل العيلة بتاعت اليصابات دي. حل عليها أقنوميا لكي يكون جسدا للسيد المسيح بدون زرع بشر، ولكي يطهر مستودعها من الداخل حتى إن المولود منها يكون غير وارث للخطية الأصلية. بدأ الروح القدس يعمل، أدي عمله في العذراء، عمل في اليصابات، إن لما وصل سلام العذراء إليها امتلأت اليصابات من الروح القدس. عمل في يوحنا المعمدان الجنين قبل أن يكون معمدان يعني، فامتلأ في بطن أمه من الروح القدس. أبوه برضو زكريا، قيل في لوقا 1:67 بعد ميلاد يوحنا، وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا إلى أخوه. يبقى الروح القدس حل أقنوميا على السيدة العذراء، اليصابات امتلأت من الروح القدس، يوحنا الجميل امتلأ من الروح القدس، زكريا أبوه امتلأ من الروح القدس. وبعدين نسمع عن سمعان الشيخ في لوقا إصحاح 2 إنه الروح القدس كان عليه وأتى بالروح إلى الهيكل، ولما سلموه يسوع الطفل يسوع أخذوا باركوا وتنبأ هو الرائع هو أيضا، وقال الآن يا رب تطلق عيني، تطلق عبدك بالسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك، وتنبأ بالنسبة للسيدة العذراء أيضا. وبصينا لأن الروح القدس أيضا حل على حنة النبية، وبرضو هي سبحت ربنا في ميلاد المسيح. إذا الروح القدس ابتدى يشتغل، يعني قصة الميلاد بدأت. أول نوع من المصالحة كانت الصلة بين الله والناس. طبعا المصالحة تمت على الصليب، إنه عمل الصلح بدم صليبه، لكن بدأت تباشير هذا الصلح في هذا الأمر كله. وبعدين نجد الكلام عن الخلاص. السيدة العذراء سبحت الرب، تسبحة العذراء تعتبر آخر تسبحة في العهد القديم وأول تسبحة في العهد الجديد. آخر تسبحة في العهد القديم وأول تسبحة في العهد الجديد. والتسبيح هو أعلى درجة من درجات الصلاة، التسبيح. لماذا؟ لأن التسبيح هو التغني بصفات الله الجميلة، والتسبيح لا يوجد فيه أي طلب شخصي. يعني في الشكر بتطلب، في الطلب العادي بتطلب، من جهة غفران الخطية بتطلب، في الصلاة الربانية بنطلب حاجات كتير، بنقول اغفر خطايانا نجينا من الشرير، بنطلب ان ربنا يعطينا الخبز الروحي اللازم لحياتنا الأبدية، بنطلب طلبات كتير. لكن التسبيح ليس فيه طلب،
يذكرنا بالملائكة. الملائكة في صلواتهم بيتغنوا بصفات الله الجميلة، وما لهمش طلب يطلبوه، ليهم شخصيا يعني جايز في شفاعتهم من أجلنا يطلبوا الخلاص للناس أو تحقيق طلبات الناس، لكن هم ما لهمش أي طلب شخص. زي السارافين، السارافين الذين ورد ذكرهم في أشعياء إصحاح 6، وهم بيقولوا قدوس 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 رب السباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. دول بيتغنوا بصفات الله الجميلة، لكن ليس لهم أي طلب شخصي، ما بيطلبوش طلب. كذلك تسبحة السيدة العذراء هي تمجيد لله، هي نالت تمجيدا من الملاك جبرائيل، قال لها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ونالت تمجيدا من اليصابات في هذا اللقاء، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ طوبى للتي آمنت بما قيل لها من قبل الرب، لما صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في قلبي. كل هذا التطويب والتمجيد. العذراء لم تنزل إلى مستوى أن تقول لها لا والعفو ولا ده مش حاجة ولا بتعسبهم كلام، لا، قعدت تتجاوب مع المديح ولا تشكر على هذا المديح ولا حاجة، وإنما نقلت الجو إلى ربنا مباشرة. ما هو في إنسان يعتذر عن قبول المديح فغيره يزوده مديح تاني، لكن دي أول ما لقت المديح وصل إليها حولته إلى ربنا، فقالت تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصا. تعظم ربنا على أشياء كثيرة، تعظم ربنا على قوته وعلى بركته وعلى نعمته وعلى عدله، وقعد التصف وعلى جميله عليه، تعترف بجميل ربنا عليه، تقول لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. تعظمه لأنه قدير، وتعظمه لأنه صنع عجائب، وتعظمه لأنه إداه هذه النعمة، وتعظمه لأنه قدوس واسمه قدوس. على فكرة واسمه قدوس دي لما نيجي نجادل شهود يهوه نقول ربنا اسمه قدوس. السرافيم قالوا له قدوس 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 رب السباوت، وبعدين الملائكه في رؤيا 15:4 قالوا له من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك أنت وحدك قدوس. فما دام ربنا هو قدوس وهو وحده قدوس ولا يوجد صالح إلا واحد والله، يبقى نروح حاطين جنبيها القدوس المولود منك يدعى ابن الله. إن كان ما فيش غير واحد قدوس وده القدوس المولود منك، يبقى معناها إيه؟ إن كان اسمه قدوس وده القدوس المولود منك، يبقى من هو هذا المولود منه؟
تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. الإنسان يستطيع أن يعظم الله إن قدر أن يتخلص من تعظيمه لنفسه هو. إن كنت أنت تعظم نفسك ما تستطيعش تعظم ربنا. إن كنت تقول أنا غير المستحق وأنا المحتاج تقدر تعظم ربنا. أكتر حاجة بتتعب الإنسان إنه ينسب العظمة إلى نفسه، لكن لما يقول تعظم نفس الرب هنا يرجع كل شيء لربنا. تمام، زي برضو يوحنا المعمدان ما قال ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص، يأتي بعدي من هو أعظم منه، من هو أكبر منه، الذي لست أنا مستحقا أن أحل سيور حذائه. هتقول بعدين إيه الأشياء اللي عظمت الرب عليها وسبحت الرب بها. لكن التسبيح في الحقيقة يبدأ أولا داخل القلب ثم يخرج على اللسان. في ناس بيسبحوا ربنا بلسانهم وما فيش تسبيح جوه قلبهم. دول اللي قال عليهم ربنا هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. لكن العذراء كانت بتتكلم من عمق قلبها من جوه، تقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي، فبتتكلم من جهة نفسها ومن جهة روحها، من جهة الإنسان الداخلي اللي هو بيتكلم وهو بيسبح ربنا. تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصا، تتكلم على الرب الإله، مركزة كلامها عن ربنا ونسيت نفسها خالص. أليصابات كلمتها عن نفسها، لكن هي سابت نفسها وبدأت تتكلم عن ربنا. تسبح نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصا. في عبارة في الله مخلصي معناها انها بتعلن انها محتاجة الى هذا الخلاص، محتاجة الى هذا الخلاص، محتاجة لهذا الخلاص. مش معناها انها ولدت بريئة من الخطية الاصلية ومش محتاجة الخلاص. دي بتقول تبتهج روحي بالله مخلص. زي ما قلنا ان هذا العصر اللي جه تباشير الميلاد فيه زي ما تميز بالروح القدس وحلوله والنبوات والتسابيح، تميز ايضا بكلمة الخلاص. ربما العذراء هي التي قالت كلمة الخلاص كأول واحدة في العهد الجديد. صحيح قبل كده الملاك اللي بشر يوسف النجار قال ويدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. فالملاك كان أول من ذكر كلمة الخلاص في البشرة، والعذراء أول إنسانة تحدثت عن كلمة الخلاص. وبعدين بدأ بقى الخلاص يتناوله آخرون، فزكريا أبو يوحنا بارك الرب لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص، وقال أيضا خلاص من أعدائنا ومن جميع مقاومينا، وقال ليعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياه. بدأ الحديث عن هذا الخلاص وكتر، والرعاة جه الملاك يبشرهم ويقول لهم ها أنا أبشركم بفرح عظيم
يكون لكم ولجميع الشعب أنه ولد لكم مخلص يدعى المسيح الرب. بدأت كلمة الخلاص تأخذ مجراها على ألسنة الناس لأن الخلاص مرتبط بهذا الميلاد المجيد. والعذراء كانت أول إنسانة اتكلمت عن هذا الخلاص. العذراء كان ليها خبرة مع الله وكانت اتربت في الهيكل، وفي الهيكل كانت دائمة القراءة في الكتاب المقدس، دائمة القراءة في الكتاب المقدس. لذلك نلاحظ ان التسبيحة بتاعتها غالبيتها ان لم يكن كلها كلام من الكتاب المقدس. لما الانسان يكون حافظ الكتاب المقدس يبان كلام ربنا في لغته، لغته تنصره، ياخد ايات من الكتاب ويستخدمها في احاديثه، تلاقيه باستمرار يخرج من كنزه جددا وعتقاء، ايات من العهد الجديد وايات من العهد القديم، كلمه ربنا باستمرار على فمه. انا عايز يكون عندكم هذا التدريب اللي موجود في تسبحة العذراء. اقروا الكتاب واحفظوا الآيات واستخدموا آيات الكتاب في حياتكم اليومية وفي معاملتكم، وفي معاملتكم مع الآخرين. بيبان إنسان كلامه فيه لغة الكتاب ولا لا، بيبان الإنسان كلامه فيه لغة الكتاب ولا لا، بعكس الناس اللي بيعيشوا في العالم وشهوات العالم ورغبات العالم، بيبان لهجة الكلام في أساليبهم. ولذلك قيل لبطرس الرسول لغتك تظهرك، هو قالوا له كلمة لغتك تظهرك من جهة جنسيته والبلد اللي بيعيش فيها، لكن كلمة لغتك تظهرك كل إنسان لغته تظهره. فياريت تكون اللغة بتاعتكم هي لغة الكتاب. مريم العذراء في التسبيحة بتاعتها تذكرت أعمال الله الماضية وتذكرت وعوده وتذكرت معجزاته، وأيضا طبقتها على المستقبل ولو بلغة الماضي. يعني لما تقول لربنا رحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، دي تقريبا قالت كلام يشبه كلام السيد المسيح في العز على الجبل. يعني قالت كلام يشبه كلام ابنها اللي قالوا بعد كده بثلاثين سنة أو أكتر من ثلاثين سنة، لما اتكلم على الودعاء وعلى الباكين الآن وعلى المساكين بالروح، نفس الروح اللي هي تكلمت بيها. بنقول أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، دي هي دي الروح اللي جه ينشرها السيد المسيح. يعني من الأشياء العجيبة مثلا نلاقي يعقوب الرسول فيما بعد يقول الرب يقاوم المستكبرين، ما سمعناش انه بيقابل الضعفاء او بيقاوم الخطاه او بيقاوم اللي عندهم شهوة او الغير وغيره، ان يقاوم المستكبرين. يمكن الباقيين ينقذهم يهديهم يرشدهم إلى التوبة، لكن بالذات الكبرياء دي. العذراء في التسبيحة بتاعتها في كلام كتير عن التواضع، تقول نظر إلى اتضاع أمته. نظر إلى إيه؟ إلى اتضاع أمته. تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى اتضاع أمته. اتضاع وكلمة أمته
هي بقت أم لكن اعتبرت نفسها أمة وليس أم. حتى في كلامها مع الملاك قالت له هو ذا أنا أمة الرب. أمة يعني عبدة، كلمة أمة في اللغة يعني عبد. هو ذا أنا أمة الرب يعني أنا عبدته، ما قالتش أنا أم، قالت أنا عبدة. في كلامها يعني إليصابات قالت لها من أين لهذا أن تأتي أم ربي إلي، لكن هي في كلامها مع إنها أم الرب لكن ما رضتش تركز على النقطة دي التي تعطيها مجدا، إنما اتكلمت عن أمة الرب التي تحتاج إلى خلاصك الله مخلصي. المسألة دخلت في إنها بتتكلم كأمة تحتاج إلى الخلاص. ده تواضع السيدة العذراء، نظرة إلى اتضاع أمتها. كما إن الله مجدها وأعطاها أن تكون أم الرب، كذلك هي تمجده أيضا ولا تنسب المجد لنفسها. زي ما ربنا يقول أكرم الذين يكرمونني، هي أيضا أكرمت الله الذي أكرمها وبتنسب كل شيء إليه. برضو في تسبحة العذراء وتمجيدها للرب لابد أن احنا نأخذ درس لكي نتعلم الاتضاع في قصة السيد المسيح، المسيح الذي أخلى ذاته باتضاع، العذراء التي قالت عن نفسها إنها أمة الرب باتضاع، يوحنا المعمدان الذي عمد المسيح باتضاع، إليصابات التي قالت من أين لي هذا باتضاع، كانت متضعة العذراء التي كانت تنتظرها جميع الأجيال في الماضي لكي تطوبها جميع الأجيال في المستقبل. كل الأجيال كانت تنتظر أم المخلص ده، اللي هي قيل عنها إن نسل المرأة يسحق رأس الحية، مش المرأة عموما بقدر ما هي هذه المرأة اللي نسلها سحق رأس الحية. زي ما قيل لإبراهيم بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، وليس المقصود بنسله كل أولاده، لكن المقصود بنسله المسيح الذي أتى من نسل إبراهيم لكي تتبارك به جميع قبائل الأرض. السيدة العذراء في أول كلامها قالت تبتهج روحي بالله مخلصها. في الحقيقة هذا اللقاء بين إليصابات والعذراء كله فرق. تبتهج روحي بالله مخلصها دي تعطينا فكرة عن الفرح بالرب، نبتهج بالله. ما قالتش أبتهج بالمكانة التي نلتها، أو أبتهج بهذا الاختيار العظيم اللي هيخلي جميع الأجيال تطوبها، لكن قالت تبتهج روحي بالله مخلصها. وإن كانت جميع الأجيال تطوبها، تطوبها من أجل هذا الخلاص العظيم إلى جوار صفاتها العجيبة. وده يدينا فكرة عن الحياة في الرب، إن حياة بهجة وفرح. تبتهج روحي بالله مخلصا. افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. آية مشهورة في فيلبي 4:4 ياريت تكون أمامكم، لأن في ناس أول ما يخشوا الكنيسة يفتكروا إن حياة مع ربنا هي حياة البكاء وحياة الدموع، وبللت فراشي بدموعي والكلام اللي ورد كثيرا في سيرة الرهبان.
ممكن الواحد يبكي على خطاياه، لكن ايضا يفرح بالله مخلصه، تكون فرحان بربنا. لكن طبعا مش تكسر وصايا ربنا وتقول افرح بالرب. انت لما بتكسر وصايا ربنا هتفرح بالرب ازاي؟ ده انت تتعرض لغضب ربنا وبتفصل نفسك عن ربنا. لكن خليك باستمرار تقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، روحي ونفسي انساني الداخلي. العذراء قالت الكلام ده، لكن احنا لازم نمشي في السكه دي، كيف نعظم الرب في حياتنا، وكيف تبتهج ارواحنا بالله، وكيف نطلب هذا الخلاص منه في كل حين. طبعا تسبحه العذراء دي ممكن نتعمل منها كتاب، ومش هنقدر ناخد كل ما فيها، نكتفي كده وتقدم.